زملائي الأعزاء، ليست هذه المرة من الحضور، إنما خلف الشاشات، وليس من مبنى دائرة الصحة، إنما من منازلكم وعبر البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى كل موظف يشعر بالمتعة في العمل، يشعر بالسعادة عندما ينهض صباحا ويأتي إلى العمل، يشعر أنه ضمن طريق متآل، يشعر أن له مسؤوليات وأدوار يجب أن يقوم بها، وعليه أيضا في نفس الوقت واجباته.